اليوم على الصعيد الشخصي؟ يعني على الصعيد الشخصي هواي أمنيات مثل والأكثر يعني أنا لحد الآن ما مستقر، استقلت بالسكن الحمد لله. لكن أكو بعض الاحتياجات الحياتية وهي مو مادة بالتأكيد، علي إكمالها وإن شاء الله قريبا نكمل هاي القضية. أما اللي أتمناه وعلى المستوى العام أن نعيش بسلام حالنا حال العالم. آمين. أي وشارعنا شو يصير مثل ما كان وردي وحلو وأمسياتنا تتعمر بالسهرات الجميلة. آمين. والأصدقاء بعض الأصدقاء ينظفون قلوبهم من الغل. أها. ويتعامل ويا صديقه على أساس مصداقية مو على أساس مصلحة. زين. أو تشخيص يعني. تعاني من الصديق المصلحتي؟ طبعاً. هذا مؤشر عندي. بالمناسبة أنا أمتلك فراسة بهاي القضية. شلون؟ المصلحتي أعرفه. شلون تعرفه؟ أعرفه يعني. بحركة بتصرف ثغرة معين. ثغرة تطلع من عنده. وأبي أبدي قياسي على هاي الثغرة وأحاول أختبره مرة مرتين ثلاثة راح تكمل الصورة عندي ويصير هو واضح قدامي بدون أي شيء يعني. مجتمع الشعراء ليش يعاني من الوفاء، من قلة الوفاء يعانون منه؟ ماكو شعر وفي لشاعر؟ لا نادر. لا لا, لا نادر. لا أكو. أوكي أنا وياك أكو، بس لأنه 80% أكو. لا ليش 80؟ صحيح، بس لأنه الشعراء عددهم كبير يعني. زين. عدد محافظ. زين. فلهذا السبب تطفو على سطحهم هاي بعض الإشكالات. ليش نسمع مرات يقولون ماكو شاعر يرضى على شاعر؟ إذا ماكو شاعر من كل قلبه يقول فلان أحسن مني. من كان ضيف حسين الشريفي أقول له من جيل بعدك أكو أحسن منك؟ يقول لي لا ماكو أحسن مني. جيل بعدك طيب شلون؟ يقول لي ماكو. هواي شعراء يقول لك عندهم الأنا عالية جدا، عكس الفنان الممثل، عكس المطرب، بس الشاعر كلش محتز بنفسه، كلش أناني. أحكي لك شغلة واحدة نزار. نعم. إحنا قبل كنا نسميها منافسة شريفة. يعني إذا نزار كتب قصيدة حلوة راح يشحن بداخلي حافز ان اكتب قصيده اجمل من عنده. واليوم؟ اليوم صارت غيره. غيره بين الشعراء. اي غيره. فلهذا السبب صاير شبه الاتفاق انه اكو بين الشعراء مو تنافس وانما يصير تقاتل على من هو الافضل. ومقياسهم البرميتر مالهم هنا وين؟ الجمهور. يعني انت بمقياسك اليوم من الافضل مو بعدد المشاهدات على اليوتيوب؟ اكيد. بالمشاهدات؟ طبعا. لا شنو المشاهدات؟ ما تشكل اي شيء المشاهدات. يعني المشاهدات على اليوتيوب يم حمزة الحلفي ما شكل شيء؟ لا طبعا. شلون؟ احنا متفقين على المشاهدات ونعرف شغلتها شنو المشاهدات. لا فالسؤال احنا مو نكتب للجمهور؟ ايه. شلون الجمهور هذا مو مقياس المشاهدات؟ لا, لا 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 انا اقصد المشاهدات هاي اللي تشترى وتباع. اوكي. هاي الارقام الكبيرة جدا. يعني زين هسه راح اجيب لك مثال. اعطيني مثال. مع احتراماتي لاسم الاسماء اللي راح اذكرها. زين. مشاهدات علي المنصوري اكثر لو مشاهدات عيان سيد خلف اكثر؟ علي المنصوري بالتاكيد. طبعا علي هو يفهم انه انا ما جاي اسئله. ايه يا اخو الاغلى تجربه والاقدم والاركس كبير عيان سيد خلف. صح لو لا؟ لا مو بس عريان او رائد ابو فتيان، عريان او ايهاب المالكي، عريان او نزار الفارس. طبعًا. واحد قال هيك هيك 100%. هذا مو قياس. شو تغير؟ ها؟ شو تغير؟ الذائقة اختلفت. اختلفت الذائقة جدا يعني. ليش اليوم ماكو أماسي شعرية مثل قبل؟ حس حتى برامج الشعرية اليوم مو بنكهة قبل. أنت وياي لو مو يا أستاذ؟ بالضبط. أنا يعني أعرف شو أنا لأنه داخل بالوسط وأعرف. ليش اليوم الأماسي الشعرية مو مثل قبل؟ المنصة قبل لها قيمتها، اليوم وين المنصة؟ اليوم وين البرامج الشعرية؟ حتى وين البرامج الشعرية الحوارية؟ مو بنكهة قبل، شو تغير؟ اليوتيوب قام شعراء ينشروا على اليوتيوب على التيك توك والفيسبوك، الفيسبوك السوشيال ميديا اخذت من الشعراء. نزار خليني اقول لك شغله حبيبي. القصيده قبل لا تنقرا بمهرجان وقبل لا تنقرا في برنامج هي اكيد منشوره على التيك توك ومنشوره على الانستغرام ومنشوره على الفيسبوك. فاكو جمهور خاص واكو جمهور عام. زين. الجمهور الخاص الذي يتبع النخبة
النخبة الشعرية اللي موجودة بقائمة الشعر العراقي. تمام. ذول أتباعهم. إيه؟ أما ذول البقية جماعة التيك توك وغيره من هاي المسميات. يعني ذول يتعاملون الحياة ببساطة، وانت هذا مو إساءة لهم بالمناسبة. هذا قدر استيعاب للقضية.